تعالوا كده مع بعضينا نشوف السؤال ده. The following criteria in a pleural effusion suggests the presence of. تعالوا نشوف لو كان الإفيوجن straw yellow والspecific gravity قليلة والبروتين قليل والسيلز قليلة. طالما كده يبقى احنا مش بنتكلم في اكسودات، ها، لان الاكسودات بيبقى الخلايا كتير. الحاجة اللي تديني straw yellow فاتح والبروتين هتبقى قليلة فيها، specific gravity بتاعتها قليلة ومفيهاش خلايا، غالبا دي سيرم ترانسودات. السيرم ترانسودات معلش انا كاتبه فوق هنا، وعشان انا هقول لكم في الستيب اللي بعدها الاسباب بتاع السيرم ترانسودات. اي نقص في البروتينز في البودي زي نيوتريشنال ستاتس اوف ديفيشنسي جامده، نيوفروتيك سندروم، ليفر سيل فيلير، مال ابسوربشن سندروم، كل دول ممكن يبقى معاهم بلورال افيوجن. يعني هو لو انا هوصل لينكس باحتمالات معينه وحطيت لي هذا الشكل من الترانسودات ده، نظام المعادله بيجي ويروح قايل لك تمشي مع مين، وحاطط نيفروتيك سندروم اوصل بيه، حاطط ليفر سيل فيلير الاقي هو ده اللي يمشي معاها، او زياده في الهيدروستاتيك بريشر في السوبيريور فينا كيفا اللي ها، فده اللي نتيجه مثلا ديستاينال سندروم، حاجه ضغطه ماس ضغطه، او هارت فيلير شديد جدا، يحصل ترانسيديشن للفلويد جوه البلورال كافيتي ويدينا هذا الشكل اللي هو بيبقى سترو يلو فاتح وفي نفس الوقت السبيسيفيك جرافيتي واطيه، البروتينز بتاعته واطيه والسيلز واطيه. يعني ده ما هوش اكسودات، ما هوش حاجه التهابيه، ده الخلايا حتى في واضح واطيه. ده يمشي مع اي كونديشن من دول لو جابها لك او جابها لك نوصلها بيها على طول. اي واحده من دول وجاب بلورال افيوجن على طول سهل قوي نشخص الاول ان دي سيرم ترانسيديت، وبعد كده مخنا يروح لايه اسبابه وتبقى التوصيله بيها. والحقيقه لما نتكلم على السيرم ترانسيديت احب اخدكم دايما في الشكل العام بتاع ادي ترانسيديت اهو، وده الاكسوديت هتلاقيه شويه درجه الكالر مختلفه. ده الكايلس افيوجن اللي هو الثوراثيك اللي هو نتيجه ثوراثيك داكت اوبستراكشن بيبقى الليمفاتيك ابيض، وده الهيموراجيك افيوجن اللي هو الاحمر. جاست تو جيف اس سم ايديا هاو ذي لوك في الرياليتي بتاعتنا. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.